بتمنى لو ما اضطرينا نقابل بعض بهيك مكان وبهيك وضع كمان مرة؟ ليكني جاية فوراً. هاد كيك عيد ميلاد؟ ايه، بتحبي ورجيك الكتالوج اللي عندي ولا عندك شي تصميم معين براسك؟ عملتي من شان بنتك؟ ولا عفواً لسه ما اجا عيد ميلادها مو هيك؟ بعتذر انا ما عرفتك حضرتك، كيف بتعرفي بنتي يا خانو؟ من ابني. معناها انتي هلا الغاز. ليكي رح حاول اختصر قد ما بقدر، لانه بصراحه هي اول مره ببتلي هيك بلوه. ما بدي اكون قاسيه واجرحك بالحكي، بس بما انه بنتك ما تركت لي خيار تاني اضطريت اجي لهون بنفسي. بس يا مدام بحب اقول لك انك تاخرتي كثير بالجاي لعندي، لانه بنتي قطعت علاقتها بابنك وقدرت تنفض منه. قدرت تنفض؟ بأنه مسلسل سمعنتيها؟ بس بعتقد إنه بنتك خيّة بتظنك كتير، لأنه بنتك هي اللي عم تعمل مشاكل، وإذا في حدا لازم يسعى ليخلص هو ابني. يا ريت تجاوبيني على سؤالي، قديش عمره ابنك؟ أنا رح أقلك عمره 35، وبما أنك بتعرفي عن بنتي معلومات جبرتك أنك تيجي لهون معناها بتعرفي شو عمره. بس ما هيك رح أقلك، ما كملت 18، مراهقة ولسه بدها سنين طويلة لتوعى على اللي عم تعمله. ليكي أنا بعرف بنتك شو قايلتلك وكيف مفهمتك الموضوع، بس يعني هي القصة ما فيك تحطي اللوم على بنتي أبدا. المذنب هو ابنك يا خانو، وذنبه أنه استغل بنت صغيرة ما بتفهم شي من الحياة لسه. استغلال؟ لا، هي الكلمة كتير خطيرة، فكري بكلامك قبل ما تحكي. ليكي أنا ما بدي تصير القصة أسوأ من هيك بيناتنا. حذري بنتك فوراً، خليها تنتبه على جامعتها وعلى مستقبلها كمان، وإلا رح توقع ببلوة. بس ابني ما رح يصير عليه شي. ليكو هلأ بالسجن، كلامك طلع ماله مصبوط، رح يدفع ثمن الجريمة البشعة اللي ساواها ببنتي. وبلكي ابني طلع بريء؟ إذا بريء معناها ما في شي تخافي منه. معك حق، اجيت لهون لأني خايفة، بس مو خايفة على ابني وبس، وعلى بنتك كمان. اجيت لأني خايفة علينا كلنا. مدام بهار، اتنيناتنا أمهات وبدنا الشي نفسه، بدنا إنه العدالة تتحقق كرمال أولادنا. حطي براءة ابني على جنب، وعد مني إلك إني لاقي اللي عمل هالعملة ببنتك. أول شي لأني مرة، وتاني شي لأني أم. ليكي يعني بصراحة أنا كتير خايفة إنه تفهميني غلط، بس أنا كتير مصرة إنه نحنا رح نفهم بعض منيح، لأنه اتنيناتنا أمهات. $10 مليون؟ رح يتحولوا على حسابك بأسرع وقت، مع جواز السفر والفيزا. رح نرتب كل الإجراءات بنفسنا، انت ما تحركي إصبعتك حتى، وخلال 48 ساعة رح تصيروا بأمريكا بطيارة إسعاف. أول شي بنتك رح تتعالج بأفضل وأشهر مشفى خاص موجود بأمريكا. مدرسة ابنك، البيت اللي رح تسكنوا فيه، كله جاهز. رأس المال رح ينحط باسمك، وكل العقارات رح تنشرها باسمك كمان. رح تحصلوا على إقامة 5 سنين،
وبعدين بصير فيكن تقدموا على الجنسية. مدام بهار، انت وبنتك وابنك وزوجك رح تبلشوا حياة جديدة أحلى من ما كانت. يعني انت ما عم بعرض رشوة ولا عم أقدم لك هذا العرض لأني خايفة إنه ابني يتعاقب بنوب، لأنه ابني ما لمس بنتك بإيده حتى، وهي الحقيقة ورح تظهر بالآخير. ومن هلأ لوقتها بالنسبة لعائلتك وبالنسبة لعائلتي ما في شي رح يضل على حاله مثل قبل. يعني مفكرة لما بنتك رح تصحى رح تعيش نفس الحياة اللي كانت عايشتها؟ صدقيني نحن التنتين ما حدا رح يرحمنا ورح يهجموا على أولادنا بكل قوتهم. انتي تعرفي شو يعني تقتلي إنسان وهو عايش؟ بدك ورجيكي بعينك؟ طلعي. هذا اللي كنت عم قلك اياه، شفت ثلاث صور ودرتي وشك فورا. اللي ناطرنا لسه أصعب. نحن وإنتو حياتنا رح تتغير 180 درجة بعد اللي صار. عرضي هاد هو فرصة لعائلتي ولعائلتك، الفرصة الوحيدة اللي رح تقدر تساعد أولادنا يكملوا حياتهم من مطرح ما وقفوا. اسمعيني، إذا مصدق أنه ابني هو الوحش اللي عمل هيك، بنتك بتقدر ترجع تتهمه بس تفتح عيونها. وأكيد ما رح أطلب منك لا مصاري ولا شي، كل شي أخدتوه رح يبقى إلكم. وفكري باللي رح أقوله. لما تثبت براءته لابني من هي التهمة، بنتك لما تفيق وتقول إنه في حدا تاني هو اللي ضربها وعمل فيها هيك، شو رح تعملي؟ الخيار بإيدك هلأ، يا إما تهدي بنتك حياة أفضل وأحلى بكتير من اللي كانت عايشتها، يا أما رح تحطيها بمصايب إلى أول ما لا آخر. أنا لازم استشير حدا قبل. يكون بعلمك بانو، إذا طلع هالند اللامس شعرة واحدة من راس بنتي رح تيمور، أنا إلي مع هاي العيلة من زمان كتير، الكربيك ما بيعمل هيك شي لبنتك أبدا. شو ما كان العرض اللي جايبته على خانم معه، فهو مو كرمال تصحح غلط ابنه أو تهربه من العقوبة. عم تساوي هيك مشان القصة ما تطول أكتر من هيك ولتحمي سمعة العيلة، وحتى ما ينفضح المستور بالشركة واللي أنت بتعرفه. حبيبي بعرف الرقم اللي رح تعرضه، 10 مليون دولار. شو؟ مو واردة، هالرقم مو موجود أصلا حتى تعرضه. بلا، ومو بس هيك، هذا الرقم الخيالي صار مصيره عندك. المهم مرتك تقبل العرض هلأ. ليش ما عرضته علي؟ كان لازم تجي لعندي. لك هالقد هالمرة غبية لتروح لعند بهار تعرضه علي أنا؟ آخ بهار ما رح تقبل العرض، مرتي بعرفها وبعرف عقلها منيح، متأكد إنها ما رح تقبل حتى لو بدك تقطعي لها راسها. لك مستحيل. هاي مرتك المحترمة، إذا كان في بعقلها ذرة واحدة بس شغالة لازم تقبل العرض دغري. بعدين حياتي لا تكون واثق فيها لهي الدرجة. اسمعني شو بدي قلك، مو كل يوم الإنسان بيجي عرض مثل هاد. كم مليون دولار قلتي لي هالخانو؟ ما سمع صوتك منيح المحامي. 10 مليون دولار؟ لا وفقهم إقامة وجنسية أمريكية لحتى أسحب الشكوى ضد ابنك؟ ها؟ وغير هيك قليلي شو رح تعرضي علي لسه؟